طيب دي فقره تصريح وتعليق. بما ان انا بتكلم عن الاسابيع الاخيره في الدوري المصري، لازم اقف دايما عند الحاجات الحلوه والحاجات الجميله واللي لازم نتعلم منها، وبحب دايما اتابع ونتابع مع بعض كلنا الامور اللي بتفرحنا في اوروبا. مرحله الاسابيع الاخيره في الدوريات الاوروبيه مش بس بتكون المرحله دي حماسيه علشان تعرف مين اللي هيفوز او المنافسه هتكون شرسه ما بين انهي فريقين على القمه، ودرجه المنافسه كالعاده في الدوريات الخمسه الكبار بتكون مشتعله، لكن في امر ايجابي تاني وحلو وممتع وجميل وحابين نتعلمه ونطبقه دايما، وهي تحيه ودعم الجماهير للعيبه بعد نهايه الموسم بتكون عامله ازاي في منتهى الجمال والحلاوه. امبارح كانت مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي، وهي مباراة التتويج لبطل انجلترا المان سيتي. شفنا كلنا تحية الجمهور عاملة ازاي واحتفالهم مع اللعيبة بلقب الدوري. طيب هتقولي ان ده امر طبيعي لانه المان اخد اللقب وكسب الدوري، لكن الامر ايجابي جدا كان في مباراة ويست هام مع ليدز يونايتد، واللي انتهت بفوز ويست هام 3-1. والاجمل كمان انه كان في لقطه للاعبي ليفربول اول امبارح مع اسرهم قدام جماهيرهم في ملعب انفيلد، وشفنا نجمنا المصري الدولي محمد صلاح مع اسرته ومع زوجته وبنته في ملعب انفيلد لتحيه الجمهور. ورغم ان الموسم الحالي ليفربول خرج من غير ولا حاجه، فقد كل شيء، خسر دوري، كاس رابطه، دوري ابطال اوروبا، وكمان مش هيلحق الموسم اللي جاي ان هو يدخل او يلعب في دوري ابطال اوروبا لانه في المركز الخامس. لكن الجمهور تعامل بشكل في قمه التحضر وفي قمه الجمال مع ليفربول في ويست هام وفي مانشستر وفي ارسنال، وهتلاقي ده في اسبانيا مع البارسا بطل الدوري ومع الريال ومع اتلتيكو، وفي ايطاليا مع قطبي طبعا ميلانو ومع اليوفي اللي بقاله يعني 3 سنين بيخسر الدوري، لكن جمهوره لازم في نهايه الموسم يقول له شكرا. شكرا للعيبه، شكرا للجهاز الفني، شكرا امتعتونا وبذلتوا جهد كبير جدا. اتمنى فعلا ان احنا نشوف المشاهد الرائعه الجميله المتحضره اللي بتفرحنا قوي في الدوري المصري في نهايه الموسم. اتمنى اني اشوف ده ونشوف ده مع بعض، مش بس في الفرق اللي فازت، كل فرق في الدوري.